بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدنج شانل في كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة التاسعة تحت عنوان نجمة المساء إيفنينج ستار. هذا نموذج نمط شعري عاكس للاتجاه الصاعد، يعني ظهور هذا النموذج ينبئ ويخبر وينبه على تحول الاتجاه من صاعد إلى هابط، وهو يتكون من 3 شمعات، الأولى بجسم أخضر طويل، والثانية الشمعة الوسطى عبارة عن جسم صغير أحمر أو أخضر لا يهم اللون. هذه الشمعة الثانية تبتعد عن الشمعة الأولى مسافة بحيث لا يتلامس الجسمان، أما الشمعة الثالثة في النموذج فتكون حمراء يجيء إقفالها، يعني إغلاقها بداخل جسم الشمعة الأولى، أي أن سعر إغلاق الشمعة الثالثة يقع داخل مدى الأسعار للشمعة الأولى الخضراء. أما إذا كانت الشمعة الوسطى في هذا النموذج هي شمعة دوجي، سمي هذا النموذج بنجم الدوجي المساء Evening Doji Star، وهو نمط سعري شبيه بنجمة المساء تماما. وكما قلنا أن هذا النموذج يحول الاتجاه من صاعد إلى هابط. والآن مع الأمثلة التوضيحية العملية على الشارت، ابتداء من فريم الدقيقة وحتى فريم 30 يوما. Thank you.
وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب وفضل وأهمية وضرورة التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.